يتوقع اقتصاديون أن تكون الموازنة المقبلة الأكثر جدلا وربما عصيرة الولادة، ما قد يتحول إلى نزاع محتدم بين القوى السياسية بسبب العجز المتوقع في موازنة 2021 الذي سيصل إلى 70 تريليون دينار أو أكثر، والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي. يضاف له حصة إقليم كردستان في الموازنة وضرورة تسليمها لإيراداتها النفطية وغير النفطية للمركز. وأوضحوا أن الموضوع الثالث سيتمحور حول إدخال بعض الإجراءات التي تضمنتها الورقة الحكومية البيضاء إلى الموازنة القادمة خاصة، وأن بعضها ستكون له كلفة اجتماعية باهظة يتحملها الجمهور وسيزيد من حدة الصراع، وأن موازنة العام المقبل ستتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد.